معانا طبعا الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي، نتكلم معاه في كل الامور الخاصه بيها الاستعداد. كابتن سامي طبعا برحب بيك في البدايه، موفقين ان شاء الله باذن الله، التركيز باين الحقيقه المباراه الاولى، المجهود باين، ينقصنا التوفيق ان شاء الله في هذه المباراه زي ما كان التوفيق معانا. حطينا في الاجواء، الانطباع الاجواء عامله ازاي، وحطينا في الاجواء كابتن. تحيه طبعا للكابتن اسامه وبشكرك طبعا يا كريم. زي ما انت شايف الاستعداد لينا من بعد المباراه على طول الحمد لله نفس الاستعدادات بتاعت كل المباراه، يمكن احنا متواجدين من 4 ايام الحمد لله، مركزين عندنا هدف معين بنسعى له. انت عارف النادي الاهلي كل المباريات اللي بيلعبها على المكسب، ودي الحمد لله اللي احنا مركزين عليها والراجل بيتكلم عليها. الحمد لله عندنا محاضرات كل يوم برضو، الاهتمام بالفرقه وشكل الفرقه وطريقه لعبها، حتى المباراه الاخيره اللي هم لعبوها والمكسب الكبير اللي هم حققوه، فاعتقد الحمد لله مركزين، واللعيبه عندها تركيز كبير جدا وعندها تصميم كبير جدا اللي هم يعملوا نتيجه ايجابيه، وده الاهم بالنسبه لنا، لان لحد دلوقتي احنا لسه ما وصلناش للمباراه النهائيه. يعني انت كره فيها متغيرات كتيره جدا، لازم تحترم الفرقه، وكل ما تحترم الفرقه وتقدرها اعتقد هيبقى الوضع بالنسبه لك هيبقى افضل. يعني فاتمنى ان شاء الله ان ربنا يكتب لنا التوفيق ان شاء الله نوصل المباراه النهائيه باذن الله. بناكد على اليوم الاول في التدريب الاول، ان ده بيدينا انطباع مميز جدا على مدى جاهزيه وجديه اللاعبين. الحقيقه كان تدريب جيد جدا برغم طبعا الاضاءه والامور دي، لكن واضح الجديه والحماس الكبير. داخلين المباراه دي 0-0 بالتاكيد طبعا، لان انت عارف المباراه الاولى كان التوفيق معانا، ممكن يكون في متغيرات كثيره جدا. الحديث مع اللعيبه ازاي بخبره الكابتن سامي، اتكلم ازاي مع اللعيبه في هذا الامر؟ بص، هو الراجل طبعا اتكلم في النقطه دي، نقطه مهمه جدا، انت عملت خطوه كبيره وخطوه مميزه، مش عاوزين نقلل منها، لكن لسه ما وصلش المباراه النهائيه، معاك حاجه في ايدك مهمه جدا ان انت تحافظ عليها، مهمه جدا ان انت لو قدرت تجيب حاجه افضل خلاص، ما كانش كده انت محافظ على النتيجه اللي انت معاك. لكن في الاول والاخر ده مش ده تفكير اللعيبه ولا تفكيرنا كجهاز، يعني احنا بنلعب على المكسب، مهم جدا ان انت برضه تفرض شخصيتك، انت بطل افريقيا مرتين، انت اكبر فرقه في تاريخ افريقيا محققه البطولات، جمهورك ما بيقبلش على كده، ودي حاجه مقدرينها جدا. يعني جمهور النادي الاهلي دايما بيحب فرقته تكسب على طول باداء بنتيجه، فده اللي احنا بنسعى له الحمد لله، وده اللي اللعيبه مدركيه يعني. فاتمنى ان شاء الله يكون بس عندنا توفيق، وان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق، واعتقد ان احنا واخدين الاسباب كلها، واعتقد ان شاء الله ربنا يكافئنا باذن الله. كل جاهز يا كابتن سامي، يمكن نقدر نقول السوليه يعني حتى هذه اللحظه لم يتم حسم الامر، ميكيسوني كمان بنفقده امبارح فيها الاصابه، حمدي فتحي لسه، الامور دي شايفها ازاي، وشايف الجاهزيه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي؟ بص، في الاول والاخر احنا عندنا ثقه طبعا في كل اللعيبه الموجوده والمتاحه بالنسبه لنا. يعني زي ما انت قلت السوليه الراجل مش عاوز يعمل ريسك يعني بيه وكده، نفس القصه لويس امبارح تعرض لاصابه، ان شاء الله اتمنى تبقى بسيطه. نفس القصه برضو حمدي، الراجل لسه هيقرر يعني، هو يعني بيشارك في جزء من التدريبات لسه لحد دلوقتي ما قررش يعني. لكن في الاول والاخر بقول لك اللي احنا عندنا ثقه في كل اللعيبه، اللعيبه كلها لعيبه كبيره وعندها خبرات ولعيبه دوليه ومرت بالمواقف دي كتير، فاعتقد ان لاي حد هيشارك هيعمل 100% بتاعته، وده اللي احنا بنتمناه. مردود الكلام والحديث للكابتن محمود الخطيب قبل السفر ووجودنا هنا، انا عارف ان الرغبه موجوده والحماس موجود مع لعيبه النادي الاهلي، لكن القيمه الكبيره ما بتكون متواجده وبتتكلم على معتقد سامي بيكون لها تاثير كبير جدا في التوقيت الحساس اللي احنا متواجدين. اكيد، وده قيمه الكابتن يعني، في الاوقات اللي هي الصعبه بتلاقي حاجه كبيره بالنسبه لك، بتدي لك قوه، بيفتح لك حتى حاجات انت ممكن تكون مش مستوعبها قوي. يعني اتكلم في محاضره كبيره جدا ومهمه جدا، ان اللي احنا اللي عملناه ده ماضي خلاص، يعني جمهور النادي الاهلي دايما بيبص للمستقبل، كان دي كانت حاجه كبيره جدا لينا واللعيبه وللجهاز، ان احنا لسه نعمل اكتر واكتر، لان النادي الاهلي يستاهل كده وجمهوره يستاهل كده. فاعتقد الحمد لله كان لها مردود كبير جدا، خصوصا في المباراه اللي عندنا الحمد لله مكسب كبير جدا، وان شاء الله نكلله بالمباراه القادمه باذن الله. كابتن اسامه بيقول لك موفقين ان شاء الله وربنا معانا ان شاء الله. شكرا كابتن اسامه وتحياتي ليك، وان شاء الله نشوفك بعد الماتش باذن الله. شكرا شكرا, شكرا. كل الشكر والتقدير الحقيقه للكابتن سامي قمصان طبعا المدرب العام لفريق النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله لكل المجهودات الطيبه جدا الحقيقه كابتن اسامه اللي بذلت من القاهره ومن التدريبات ومن المناخ الطيب الحقيقه اللي بيوفره مجلس اداره النادي الاهلي، يا رب كل المجهودات دي تكلل بالنجاح. عايز اكلمك واطمنك واطمن كل جمهورنا العظيم زي ما جمهورنا متعود من خلال شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي الاخبار الخاصه بها الفريق واستعدادات المكثفه، يعني اقدر اقول لك خلاص محاضره فنيه اخيره جدا، وتوجه الى ملعب المباراه عندنا 60 دقيقه طبعا، انت عارف طبعا لوائح الكاف خاصة بالربع ساعة الأولانية يكون مسموح ليه التصوير، ومنها مباشرة يتم غلق التدريب تماما. النهارده هيكون تدريب بالتأكيد جيد لفريق النادي الأهلي، يعني اطمنا من خلال طبعا كابتن سامي قمصان على السولية وحمدي فتحي وكل اللاعبين. الإنكار الذات مهم جدا والتضحيات مهمة جدا في هذه المرحلة، وده اللي احنا لامسينه الحقيقة كابتن أسامة مع لعيبة النادي الأهلي، الكل مركز، الكل عارف أهمية المباراة، الكل عارف إن المباراة النهائية ليها حسابات عديدة جدا، لكن لسه مش هنسبق الخطوة دي لأن احنا عندنا خطوة أولى زي ما احنا عارفين. الحمد لله الأمور طيبة جدا حتى هذه اللحظة، ينقصنا التوفيق
ان شاء الله باذن الله. النهارده التدريب هيكون 8 مساء بتوقيت الجزائر، 9 مساء بتوقيت القاهره، على ملعب 5 جويليه اللي هيستقبل ان شاء الله المباراه غدا السبت. كل التوفيق للنادي الاهلي، دعواتك كابتن اسامه ان شاء الله ودعوات كل جمهورنا العظيم باذن الله. نشوف الحماس الكبير اللي احنا شفناه، نشوف ايضا كمان المسانده الدائمه كالعاده طبعا من جمهورنا العظيم ومن العدد اللي هيكونوا متواجد النهارده ايضا كمان في التدريب وغدا في ملعب 5 جويليه.